بيبدأ فيلمنا في إنجلترا في وقت قليل قبل الحرب العالمية الأولى. في بداية فيلمنا بنشوف ألبرت واللي بيتابع عملية ولادة الفرسة بتاعت جيرانهم، وبيتولد الحصان الصغير وبيقف على رجليه، وبتمر الأيام وبيكبر الحصان الصغير، وألبرت بيكون معجب به جدا وبيحاول يقرب منه. وفي يوم صاحب المزرعة بياخد الحصان والفرسة علشان يبيعهم، وبيتعمل مزاد على الحصان الشاب، وبالصدفة بيكون والد ألبرت واللي اسمه تيد ناركوت موجود في المزاد. تيد بيعجب بالحصان وبيشتريه ب30 جنيه استرليني، وبياخد الحصان وبيرجع للبيت، وبيتفاجئ ألبرت وبيفرح جدا. لكن الأم بتقوله إن الحصان ده مش هينفع للزراعة علشان شكله لسه صغير، وبتقوله لازم تروح ترجعه حالا وتشتري حصان قوي ينفع للزراعة. لكن ألبرت بيقول لها إن هو اللي هيدربه على الزراعة، وفضل يترجاها إنها تخلي الحصان. فقالت له قدامك شهر واحد بس، يا إما تعرف تدربه يا إما أنا بنفسي هروح أبيعه بأي تمن. الحصان في الأول بيكون مستغرب المكان، لكن ألبرت بعد محاولات بيقدر يقرب منه، وبيقدم له الأكل وبيتكلم معاه وبيسميه جوي. وبتمر الأيام وبيحصل بينهم نوع من الألفة، والحصان جوي بيتعود على ألبرت اللي بيدربه على صفارة معينة بينادي عليه بيها. بس في الاول جوي مش بيستجيب للصفارة، لكن ألبرت بيروح وبيتكلم معاه كأنه بيتكلم مع انسان، وبيشعر الحصان بمشاعر ألبرت والرسالة اللي عايز يفهمها له، وفعلا بيروح بعيد وبيصفر له فبيجري عليه جوي. وبقت الصفارة المميزة دي هي طريقة المناداه اللي بينادي بيها ألبرت عليه. وفي يوم بيجي لهم صاحب المزرعة علشان ياخد الإيجار، لكن تيد بيديله نص الإيجار وبيطلبه منه يصبر عليهم لحد ما يجمعوا المحصول اللي هيزرعوه في الحقل الجنوبي. فبيقول لهم إن الحقل الجنوبي الأرض بتاعته صخرية، والحصان اللي عندهم ده مش بتاع شغل ومش هيقدر يحرث الأرض بتاعت الحقل الجنوبي. فبيقول له تيد أنا هدفع لك الإيجار في الميعاد المحدد في وقت الحصاد. فبيوافق صاحب المزرعة وبيقول لألبرت لو جه وقت الحصاد وما دفعتوش أنا هاخد منكم المزرعة والبيت والحصان كمان. ولما بيمشوا بيروح تيد علشان يركب الطوق في الحصان، لكن جوي بيكون مستغربه وبينط لفوق وبيضرب تيد يوقعه في الارض. وبيجي ألبرت وبيفضل يهدف الحصان، لكن تيد بيجيب البندقية وبيقول لهم انه طالما مش هيلبس الطوق يبقى موته افضل. لكن ألبرت بيقف قدامه وبيفضل يترجاه انه ما يقتلش الحصان ويديله فرصة وهو هيلبسه الطوق ويخليه يحرث الارض. وتاني يوم بيدخل ألبرت علشان يخلي جوي يلبس الطوق، لكن جوي بيكون مستغرب وخايف، لكن ألبرت بيهديه وبيلبس الطوق قدامه، فبيقبل جوي انه يلبس الطوق وبيخرجوا للحقل علشان يعلقوا في المحرات. وبيجي الراجل الاقطاعي صاحب المزرعة وبيتفرج على ألبرت وهو بيحاول يحرك جوي بالمحرات، لكنه بيكون مش فاهم وبيفضل واقف مكانه. وتيد بيقول لألبرت لازم تضربه علشان يتحرك، ولما بيجي ألبرت يضربه بيجري جوي وبيجر ألبرت والمحرات، وبيتجمعوا الناس الفلاحين من المزارع التانية. وبيحاول ألبرت انه يدرب جوي في الاول على سحب المحرات من غير ما يحرط الارض واللي بتكون مليانة صخور. وطول الوقت وألبرت عمال بيتكلم معه وبيشجعه كأنه بيتكلم مع انسان بالظبط، لكن المحرات بيشبك في صخرة والحصان بيتعب وألبرت بيلحقه قبل ما يقع. وفجأة الدنيا بتمطر والكل بيمشي من المكان، لكن ألبرت بيلاحظ ان الارض بقت لينة بسبب المطر، وبيحاول تاني مع جوي وبيحركه بالمحرات، وفعلا بيتحرك جوي وبيبدأ يحرط في المزرعة. وبيكون ألبرت فرحان جدا وبيفضلوا يحرطوا في الارض لحد ما بيخلصوا المزرعة كلها، وبيكون جوي وألبرت ميتين من التعب. وبتيجي والدة ألبرت وأصحابه وبياخدوه للبيت، وهناك بتقوله إنه عمل شيء عظيم وإنه لازم يكون فخور بأي إنجاز يعمله في حياته، وبتديله شارة الحرب بتاعت والده. وبيمر الوقت والزرع بيطلع في المزرعة، وبيكون ألبرت راكب جوي وبيجري، وبالصدفة بيكون ابن صاحب المزرعة راكب عربية أبوه ومعاه خطيبته، وبيجري قصادهم ألبرت وبيسبقهم، وبيقربوا من سور في طريقهم، وعلشان جوي مش متدرب على القفز بيقف على فجأة وبيقع ألبرت، لكنه بيقوم تاني وبيرجعوا للبيت. وبيتم إعلان الحرب العالمية الأولى، وألبرت بيروح يدور على جوي مش بيلاقيه، فبيجري على السوق وبيلاقي إن تيد باع الحصان لواحد من الضباط، وبيفضل ألبرت يترجاه إنه رجع الحصان، لكن الضابط بيقوله إنه خلاص اشتراه ودفع الفلوس، وبيوعده إنه هيهتم بيه ويراعيه زيه بالظبط، وبيقوله لما الحرب تخلص هيرجعوله تاني، وبيودعه ألبرت وبيربط فيه شرط الحرب بتاعت أبوه، وبياخده جوي للمعسكر، وبيتم عمل سباق خيل، وبيقدر جوي إنه يفوز بالسباق. وبعد كام يوم بتقوم كتيبة الفرسان بهجوم على معسكر الجيش الألماني وبيقتلوا منهم جنود كتير، لكن الألمان بيضربوا عليهم نار من المدافع الرشاشة، وبيتقتل جنود وضباط وأحصان كتير من الجيش الإنجليزي. والجنود الألمان بياخدوا جوي وحصان تاني معاه علشان يجروا عربة الإسعاف، وبيوصل ساعة البريد لمزرعة ناركوت، وبيدي ألبرت رسالة بيكون فيها صورة مرسومة للحصان جوي وخبر وفاة الضابط اللي كان اشتراه منهم، لأنه كان كاتب العنوان على الرسالة وناوي يبعتها لهم لما يرجع من المعركة. وفي المعسكر الألماني بيكون فيه 2 إخوات مسؤولين عن الخيول، وهم جانتر واخوه الصغير مايكل،
وبيبلغهم قائد الكتيبة ان مايكل هيطلع على الجبهة وجانتر هو اللي هيفضل مع الخيول. جانتر بيكون خايف على اخوه اللي هيتقتل في الحرب وبيقول لمايكل يستخبى منهم في اي مكان للصبح، لكن مايكل بيطمنه انه هياخد باله من نفسه وبيقول له ان هم اكيد هيتجمعوا تاني مع بعض. لكن جانتر بيركب على الحصان جوي وبياخد حصان تاني معاه وبيخطف اخوه مايكل من وسط الجنود وبيهربوا من المعسكر وبيوصلوا لمكان بعيد وبيستخبوا داخل طاحونه هوائيه. والصبح بيكون الجنود الالمان وصلوا للمكان وبيقبضوا عليهم وبيتم اعدامهم بتهمه الخيانه والهروب من المعركه. وبيفضل حصانين داخل الطاحونه وبتلاقيهم ايميلي اللي عايشه مع جدها بونارد وبتفرح بيهم جدا، لكن جدها بيقول لها ان الخيول دي اكيد بتاعت ناس واكيد زمانهم بيدوروا عليهم ولما يجوا ياخدوهم لازم نرجعهم. ايميلي بتعتني بيهم وبتبدأ تعلم جوي انه يقفز. بيكون جدها مبسوط جدا علشان شايف ايميلي فرحانة بالخيول وبقوا مالين عليها حياتها بعد وفاة ابوها وامها. لكن الفرحة ما دامتش وفجأة جدها بيقول لها تخبي الاحصنة بسرعة. وبيوصل الجنود للمزرعة وبيجمعوا اي اطعمة او مشروبات، حتى الفاكهة اللي على الشجر اخدوها، وكمان بياخدوا الحصانين. وبتحاول ايميلي تمنعهم وتترجاهم يسيبوا الاحصنة لكن بدون فايدة، وبياخدوهم للمعسكر علشان يجروا المدافع واللي بتكون تقيلة جدا على الخيول، ولما بيقع واحد منهم بيقتلوه. والقائد بيأمرهم يجيبوا واحد من الحصانين الجداد فبياخدوا جوي ويعلقوه في المدفع، بيجر مع باقي الاحصنة المدفع اللي بيكون تقيل جدا وكمان الارض بتكون طينية ومبلولة، وبيتم تنصيب المدافع وبيبدأ اطلاق القذائف. وبنرجع لألبرت اللي كان دخل الجيش وتم نقله للجبهة من انجلترا علشان يحارب في فرنسا سنة 1918، وكانوا متمركزين في خندق والمدفعية الألمانية عمالة تضرب عليهم وبتيجي الإشارة بالتحرك وبيطلعوا من الخندق لكن تحت طلقات الأسلحة والمدافع الألمانية، وبيتصاب وبيتقتل منهم جنود كتير. وبيقدر ألبرت والباقي من زمايله انهم يحتلوا خندق الجنود الألمان، لكن فجأة بيترمي عليهم غازات سامة. وأثناء تحرك جوي مع الكتيبة الألمانية بيتعرضوا لهجوم وبيهربوا وبيسيبوا الأحصنة، وبيهرب جوي بيفضل يجري لحد ما بيقع في خندق وبيكمل جري في وسط الجنود وبيطلع من الخندق يكمل جري تحت طلقات المدافع اللي كانت حواليه في كل مكان، ده غير الألغام اللي كانت مزروعة في الأرض. وبيفضل جو يجري لحد ما بيتكعبل في الأسلاك الشائكة اللي بتتجمع وبتلف جسمه كله وبتوقعه في الأرض. وتاني يوم الصبح بيشوفوه الجنود الإنجليز وبيقرر واحد منهم انه يروح علشان يساعده وبيرفع الراية البيضة علشان محدش يضرب عليه، لكن الألمان بيضربوا طلقة ناحيته فبيقول لهم انه راح يفك الحصان. وبيوصل هناك فبيلاقي جندي ألماني بيديله مقص أسلاك وبيساعده في تحرير الحصان، وبيبدأوا يقطعوا الأسلاك من حواليه وهما بيتكلموا مع بعض، والجندي الألماني كان بيعرف إنجليزي مكسر. وفي الاخر بيقدروا يخلصوه من الاسلاك، بس بيبقى كل واحد منهم عايز ياخد الحصان وبيرمي عملة معدنية وبيطلع الحصان من نصيب الجندي الانجليزي وبيسلموا على بعض، والجندي بياخد الحصان وبيمشي وبينزل به للخندق والكل بيكونوا عمالين يتفرجوا عليه. وبنرجع لألبرت واللي كان بيتعالج علشان الغاز اثر على عينيه، وبيجي الجندي ومعاه الحصان جوي وبيطلب من الدكتور انه يعالج الجروح بتاعته، لكن الدكتور بيرفض وبيقول له ان الأولوية لعلاج الجنود. وبيسمع ألبرت عن الحصان وبيسأل الممرض عنه فبيقول له ان حصان خارق نجا من المطبع. الدكتور بيقول للجندي ان الحصان ده مش هينفع يتعالج لان رجليه فيها جروح كبيره وهيحصله تسمم، والافضل ان احنا ننهي معاناته ونقتله. وبيامر الرقيب يضربه بالنار، وفعلا الكل بيتراجع علشان يتم اعدام الحصان. والرقيب بيوجه السلاح على دماغ الحصان ولسه هيضرب عليه، فجاه بيسمع صوت الصفاره المميزه بتاعت ألبرت فبينتبه جوي وبيتلفت حواليه اللي لسه فاكر صوت الصفاره بعد مرور اكتر من 4 سنين. وألبرت بيكون ماشي بيتسند على زمايله لحد ما بيقرب من جوي وبيصفر له تاني، فبيجري عليه جوي وبيفضل يشمشم فيه وكانه بيسلم عليه. وبيجي الطبيب وبيسال ألبرت عن الحصان فبيقول له ان الحصان ده بتاعي انا وانا اللي مربيه، وبيوصف له العلامات البيضاء اللي في رجليه واللي في وشه واللي بتكون مش باينه بسبب الطينه. فواحد من الجنود بيجيب جرده الميه وبيمسح رجلين الحصان وبتبان العلامات البيضاء، وبيكمل الطبيب وبيمسح وش الحصان وبيشوف العلامه البيضاء اللي في وشه وبيقول لألبرت انهم موافقين يعالجوه. وتاني يوم والجنود متجمعين في المعسكر بتجيلهم اوامر ان تم وقف الحرب وانهم انتصروا واخيرا هيقدروا يرجعوا بلادهم بعد 4 سنين حرب. ولما بيروح ألبرت علشان ياخد الحصان بيبلغوا القائد ان الاحصنه كلها هتتباع في مزاد وان الاوامر صدرت بكده، لكن زمايل ألبرت بيجمعوا مبلغ 29 جنيه وبيدوهم له علشان يشتري الحصان من المزاد، وزميله بيقول له ان القائد نفسه دفع 10 جنيه من المبلغ. وبيوصلوا لمكان المزاد وبتبدا المزايده على جوي، وبيكون في جزار بينافس ألبرت بيفضل مبلغ يعلى وألبرت مش معاه غير 29 لحد ما بيوصل المبلغ ل 30 وخلاص الجزار هياخد الحصان. فجاه بيسمعوا صوت حد في وسط الناس بيقول 100، وبيكون هو السيد بونارد جد ايميلي وبيقول لهم انه هياخد الحصان ده باي ثمن لو حتى هيبيع المزرعه بتاعته. وفعلا بيشتريه السيد بونارد وبيروح علشان يدفع ال 100 جنيه، وبيترجاه ألبرت انه يسيب له الحصان وبيوعده انهم لما يرجعوا انجلترا هيبعت له الفلوس ضعف المبلغ، لكن السيد
السيد بونارد بيرفض وبيقوله انه سافر مسافة 3 ايام علشان يجي يشتري الحصان ده بالذات، لان حفيدته ايميلي كانت بتحبه ومتعلقة بيه جدا. والبرت بيكون حزين جدا لكنه بيسلم للامر الواقع، ولما بيجي السيد بونارد ياخد الحصان وبيمشي بيسيب منه وبيرجع لالبرت، لكن البرت بيودعه وبياخده ويرجعه للسيد بونارد اللي بيطلع شارة حمراء من جيبه وبيوريها لالبرت، فبيقولوا انها شرط الحرب بتاعت والده وهو اللي كان معلقها في رقبة الحصان. وهنا السيد بونارد بيتأكد ان الحصان فعلا بتاع البرت وبيديله الشارة والحصان ومش بيرضى ياخد اي فلوس من البرت. وبيمشي السيد بونارد وبيكون البرت مش مصدق نفسه، وبعد كام يوم بيوصل البرت البيت وهو ركب الحصان جوي بعد ما تفرقوا عن بعض اكتر من 4 سنين. وبتكون دي نهاية فيلم وور هورس. اشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد وتلخيص جديد. سلام.